سيقع سنة أولى إعدادي. إن شاء الله هنشرح النهاردة الدرس الثاني في الوحدة الثالثة ألا وهو كوكب الأرض. لازم نعرف إن شاء الله النهاردة نعرف كل حاجة عما تخص الكوكب اللي إحنا بنعيش فيه. أول حاجة لازم نعرف ترتيبه يا مستر ضمن المجموعة الشمسية. أولاً كوكبنا يا مستر يعتبر الكوكب الثالث بعداً عن الشمس، معنى كده إن في كم كوكب قبله قريبين من الشمس؟ كوكبين، عطارد والزهرة. بعد كده مين؟ الأرض. طيب يا مستر لازم أعرف صفر شكل الأرض عامل إزاي؟ الأرض يا مستر كروية الشكل، الأرض إيه؟ كروية الشكل، عندها تفتح عند القطبين، وانبعاج عند خط الاستواء، وانبعاج عند خط الإيه؟ الاستواء. طيب بعد كده يا مستر لازم برضه أعرف إن أنا عندي الكوكب بتاعي ده حجمه قد إيه؟ كوكب الأرض يا مستر أكبر المجموعة الداخلية في الحجم. إيه المجموعة الداخلية دي؟ كواكب المجموعة الداخلية اللي هي عطارد، الزهرة، المريخ، الأرض. مين الأكبر حجما؟ كوكب الأرض. طيب يا مستر قال لك إن أنا عندي هنا نصف قطر اسمه نصف قطر عند خط الاستواء، وفي نصف قطر اسمه نصف قطر القطبي. قال لك يا مستر نصف القطر عند خط الاستواء بيكون أكبر من نصف قطر اتجاه القطب ب 22 كيلو متر. 22 كيلو ايه؟ متر. طيب بعد كده يا مستر لازم اعرف الارض، عرفنا انها اكبر حجما في المجموعه الداخليه، طب نصفها القطر، نصف قطرها عموما بقى، نصف قطر الارض يا مستر 6386 كيلو متر. 6386 ايه؟ كيلو متر. بعد كده يا مستر عايز اعرف كتله الارض. كتلتها يا مستر برضه هي اكبر كواكب المجموعه الداخليه في من حيث الكتله، من حيث الايه؟ الكتله. تقدر كتلتها بكام؟ ب 5.9 في 10^24 كيلو جرام ولا كيلو متر؟ لا دي كتله بتبقى كيلو جرام. يبقى 5.9 في 10^24 كيلو ايه؟ جرام. طيب ما ننساش بقى حاجه، احنا قلنا ان الارض اكبر المجموعه الداخليه حجما. طيب ترتيبها بقى على مستوى الكواكب كلها سواء مجموعه داخليه او خارجيه، ترتيبها الرابع من ضمن الكواكب الاكبر حجم، ترتيبها ليه؟ الرابع. بعد كده مستر خلصنا من اول حاجه كوكب الارض ووصفه، هندخل على الخصائص اللي بتميز الكوكب اللي احنا عايشين ايه؟ عليه. اول حاجه احنا عندي هنا وجود غلاف غازي. طيب يعني ايه غلاف غازي؟ الغلاف الجوي. طب يا مستر الغلاف الجوي ده بيتكون من ايه؟ لازم اعرف ان بيتكون من مجموعه من الغازات. أول غاز وده موجود بنسبة كبيرة كان غاز اسمه غاز النيتروجين، نسبته 78%. طيب عندي تاني غاز في النسبة الأعلى، ها غاز مين؟ الأكسجين اللي بنتنفسه بنسبة كام؟ 21%. تالت غاز لازم أعرفه ثاني أكسيد الكربون. طيب يا مستر نسبته كام؟ 3%. آخر حاجة عندي بخار الماء وبعض الغازات زي الكربون والهيليوم وغيره بيقدر ب 97%. يقدر نسبتهم مجمعة ب 97%. كده عرفت نسبة الغازات في الغلاف الجوي. طب الغلاف الجوي ده ليه فايدة يا مستر؟ ده أنا أعرف أهميته. أول حاجة وجود الغازات باستغلال الأكسجين يساعد على عملية الإيه؟ التنفس والاحتراق. طيب اثنين، طب غاز ايه تاني؟ غاز النيتروجين. النيتروجين، طب النيتروجين يا مستر ماله فايدته ايه؟ بيساعد على التخفيف من اثر الاحتراق بتاع مين؟ بتاع غاز الاكسجين. وبتستخدمه النباتات في تكوين المواد الايه؟ البروتينيه. طيب تمام، في غاز كمان بيستخدمه النبات في عمليه البناء الضوئي، غاز مين؟ ثاني اكسيد الكربون. يبقى كده عرفنا اول نقطه في اهميه الغلاف الغازي او الغلاف الجوي، الغازات اللي موجوده. طب رقم اثنين قال لك يا مستر الغلاف الجوي ده يعتبر حمايه لينا من ايه؟ من الشهب، حيث ان الشهب بتحترق عند احتكاكها بالغلاف الجوي قبل ان تصل الى الايه؟ الى الارض، فتحترق منها ايه؟ طيب يا مستر هو في الشهب بس اللي بتحترق؟ لا بتحترق نهائيا، بس في حاجه ثانيه بتحترق بس بيصل منها جزء لينا، النيازك برضه بتهاجم الارض او بتيجي على كوكب الارض، الغلاف الجوي الاحتكاك بيولد بيخليها تحترق، فبيصل منها جزء بسيط جدا الى ايه؟ الى الارض، وبتخف من سرعته. طيب بعد كده يا مستر خلصنا من النقطه دي. طب عندي ايه تاني فايده للغلاف الجوي؟ اقول الغلاف الجوي مفيد
كمان يا اسطى وجود طبقه اسمها طبقه الاوزون التي تعمل على حمايه كوكب الارض من الاشعه فوق البنفسجيه للضوء. بعد كده عندي خلصنا من الغلاف الجوي، عندي غلاف ثاني اسمه من ضمن خصائص كوكب الارض الغلاف المائي. الغلاف المائي يا اسطى وده بيحيط بالارض نسبته 71% من الارض كلها. انا يا اسطى دي نسبه كبيره قوي، ده اكتر من اليابس اللي احنا عايشين فيه. اه معظم كوكب الارض اصلا ايه؟ مياه. طيب يا مستر الماء ده نسبته 71% بيقسم لنوعين، مياه مالحه ومياه ايه؟ عذبه. طب المياه المالحه نسبتها قد ايه؟ دي اعلى نسبه في المياه 97%. طب المياه العذبه قال لك تمثل 3%. طب ال 3% دي بتتلخص في ايه؟ الجليد اللي في القطبين، البحيرات العذبه، الانهار، المياه الجوفيه، كل دي مياه ايه؟ عذبه. طيب اهميه الغلاف المائي، اولا يا مستر يستخدمه النبات في تكوين غذاء او اثناء عمليه البناء الايه؟ الضوء. طيب رقم اثنين يستفيد به الانسان في عمليه الايه؟ هضم الغذاء وامتصاص الغذاء في الجهاز الايه؟ الهضمي، ويدخل في تركيب الايه؟ الدم. طيب وعندي الغلاف المائي بيعمل على ايه؟ بيقول لك يا مستر ثبات درجات الحراره للقريء في على اليابسه طوال النهار، يعني ثبات درجات الحراره على اليابسه طول الايه؟ النهار، وبيجعل بالليل اثناء الليل درجه الحراره تكون مناسبه ليه؟ لكي تعيش الايه؟ الكائنات الحيه. طب الغلاف المائي اهميته ايه كمان؟ قال لك يا مستر يعيش فيه نسبه كبيره جدا من الاحياء او من الكائنات البحريه او الكائنات الحيه عموما. طب يا مستر النسبة قد ايه؟ تمثل 50% من الكائنات الحية تعيش على ايه؟ في الغلاف المائي. بعد كده يا مستر خلصنا من الخاصية رقم 2، هندخل في الخاصية رقم 3، يتميز كوكب الأرض بدرجة حرارة ايه؟ مناسبة. ليه؟ لأن ترتيبه كان الكوكب الثالث بعدا عن الشمس، فخلى كوكب البعد ده عن الشمس خلى الكوكب في درجة يعني درجة حرارته كويسه ومتوسطه ومناسبه لكي تحيا عليها الكائنات الايه؟ الحيه. بعد كده عندي في حاجه اسمها وجود الجاذبيه. طب اهميه الجاذبيه مهمه جدا في حياتنا. الجاذبيه يا مستر بتعمل على استقرار غلاف الجو، غلاف الجو يفضل محيط بالارض بسبب ايه؟ بسبب الجاذبيه، استقرار وثبات الغلاف المائي. النهارده يا مستر اهميه الجاذبيه بتعمل على استقرار وثبات الغلاف المائي. رقم 3 ثبات الاشياء والكائنات الحيه على كوكب الارض، احنا اهو ثابتين عليها مش بنطير، برضه بسبب ايه؟ بسبب الجاذبيه. مش بنطير يعني زي الفضاء كده، في حاجه ماسكاك وثابتاك على الارض، البيوت كل حاجه ثابته على الارض بسبب الجاذبيه. بعد كده عندنا يا مستر ضغط الجو المناسب. يقدر ضغط الجو لكوكب الارض، وهنعرف ان شاء الله يعني ايه ضغط جوي السنه الجايه باذن الله في ثانيه اعدادي. انا عايز اعرف يعني ايه الضغط الجوي اللي عندي مناسب ليا 76 سنتيمتر ثقب. اللي انا عايز اعرفه بس ان الضغط الجوي اللي على الارض يعادل 76 سنتيمتر ايه؟ ثقب. وبكده خلصنا من الخصائص، وهندخل ان شاء الله على اخر حاجه واخر جزئيه في ايه؟ في الدرس. الا وهي يا مستر التركيب الداخلي لكوكب الارض. ينقسم التركيب الداخلي لكوكب الارض الى كم ايه؟ ثلاثه. الى كم حاجه؟ ثلاث حاجات. اول حاجه لازم اعرفها القشره. القشره دي هي الطبقه العليا من السطح الارضي اللي احنا واقفين عليه. طب القشره دي يا مستر سمكها قد ايه؟ تقدر من 8 ل 60 كيلو متر. من 8 الى 60 كيلو متر. دي مين؟ دي القشره يا مستر، وهي اولى الطبقات على الارض. بعد كده يا مستر عندي تاني حاجه اسمها الوشاع، ودي الحاجه اللي بتالي مين؟ بتالي القشره الارضيه. تقدر عندي قبل ما اعرف تقدر سمكها بكام؟ عندي عندي وشاع سفلي ووشاع ايه؟ علوي. الوشاع العلوي ده اللي اسفل القشره الارضيه على طول. بعديه يليه الوشاع مين؟ السفلي. الاثنين مع بعض مجتمعين سمكهم يا مستر يعادل 2885 كيلو متر. بعد كده يا مستر عندي اخر حاجه اللب. هنا ده الوشاع قلنا العلوي والسفلي اهو، الاثنين مع بعض سمكهم اهو. بعد كده عندي اللب، مش اللب، ها؟ اللب. طب اللب ده يا مستر اخر حاجه
في بطن الارض يعتبر قريب اهي. احنا كده اهو في الباطن اهو. طيب عندي لب داخلي ولب ايه؟ اعلى منه اسمه لب خارجي. طيب اللب الداخلي ده مستر اللي جوه سمكه كام؟ 2100 كيلو متر. واللب الخارجي سمكه 1350 كيلو متر. وبكده اخذنا كوكب الارض ووصفناه وخدنا الخصائص واخدنا اخر حاجه التركيب الداخلي. ان شاء الله اي استفسار باذن الله انا معاكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.